يعني قلبي مزوز لواحد نحكيوا على زوز صغيرات حياتهم فملت قصفة حياته والتلميذ الاخر اليوم اللي موقف التفاصيل. كيف ما قلت الخبر ما يضحكش جملة مع الأسف حادثة أخرى تثير الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي وعند التوانسة وين تلميذ عمره 17 سنة ينهي حياة زميله. خلينا نسمع التفاصيل من عند الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببن عروس محمد الصادق جويني في برنامج 60 دقيقة على ديوان فم. حقيقة حادثة أليمة لأنه راح في حياة طفل لم يبلغ عمره حوالي 13 سنة. كان على أثر خلاف جد بينه وبين المظنون فيها زي الطفل كذلك قاتل هو كذلك عمره حوالي 17 سنة. كان خلاف عادي ما بيناتهم فتطور يعني في لحظة أنه تم الاعتداء على الهالك بضربة على الأمعاء على مستوى البطن. تم على ذلك أثر ذلك الوالد الهالك نقله إلى طبيب خاص. طبيب خاص عمل فحوصاته اللازمة تبين له إنها معناها ضربة عادية. قال له يقعد على في المراقبة وكهو. بعد يومين يعني بقى الطفل الهالك بقى يعني يتوجع باستمرار يتقيأ باستمرار. فنقلوا الولد بتاعه نقلوا صباحة يوم الأحد حوالي 8 صباحا للمستشفى جهوي باليتمينات. حاولوا يصعفوه الأطباء لكن وفته المالية. هذا معناه صار له نزيف داخلي جراء الضربة هذه بالضبط على يعني مستوى البطن بتاعه. لا يرحموا الوليد وربي صبر عائلته. التفاعل كان هكا زوز حياتهم وفات وليدات في عمر الزهور. فما اللي قال اللي مات لا يرحمه طفل آخر زادة حياته فات من غير قصد ربي صبر عائلته. فما اللي زادة شك في الحكي وقال أنا وليت نشك اللي هي مقصودة مش عادي الجرائم اللي قاعدة تصير في تونس ورا بعضها. إيه شنو نجم نقولوا في حكاية من هكا وقت اللي الناس الكل عملنا الحكاية الذومة والعنف ساعات في الكلاس والحكاية الذية وكلي نبدأ سامحوني في العبارة نتفارعوا ونجسوا في بعضنا وساعات حتى نشكلوا في بعضنا معناها وغيره كذا وهو ساعات بوني هاو ساعات كذا يصير هذا يصير نكذبوا على بعضنا في جون درسوا ما نحبش نهزها في ثنية العنف الآخر بتاع سكاكر واعتداء بالعصي وزلالة وكذا ضربة خاطئة نجم تصير حتى مع ولد خالتك. اليوم السيدة ذي موقف وهذا القانون الناس اللي ولدها مات زادة راي مشوية اليوم كبدتها محروقة معناها تليفون واحد يطلبوه شنو النجم نعلقه بربي شنو النجم نعلقه كلمة حال شنو النجم ربي يرحم الوليد وربي يصبر عائلته وربي يصبر عائلة التلميذ لك 17 سنة. كان جات الحالة عادية رانا نغزروا له كحالة شاذة معناها نغزروا للخبر هذا نقولوا صار قضى وقدر نستناو الأمور تبرد بو ما واحد ما ينجمش يحط روحه في بلاصة أي عائلة تفقد ولدها راهو معناها أنا جوز من مخي حتى الميكانيزم ما ينجمش يخمم فيها الحكاية. لكن كما كان يقول شارل باسكوا يقول لك وقت تبدا المشاكل تولي أون كاسكاد كي تبدا عندك مشكلة في بلاصة مشكلة تجيب مشكلة أخرى وبعديش يمكن نزهر يمكن ذاك الكارما متاع الحياة مشاكل كل تولي تهبط. نحن قطاع التربية والتعليم معناها نحن قديش عنا 6 شهور التالي فاش نحكيه في الاستشارة في الإصلاح البرامج في الإصلاح البيداغوجي عامل تالي فاش نحكيه نحكيه في إصلاح المدارس اللي تواليت حشيكم مكسرين ريتك البروبليم ستركتور توا وين فانا نيفو نسيناهم الاصلاح البيداغوجي ونسينا كل شيء توا عنا اصلاح اخلاقي اصلاح نتاع ناس على اعصابها هذوما اولاد صغار معناها وقت يكبر العبد ويفوت العشرين فوت الثلاثين صحيح تولي عنده مشاكل وهموم وستريس يأثر حتى على تصرفه. أما أنت عمرك 17 سنة خبزك مخبوز زيتك في الكوز مطالب باش تقرأ باش تمنع راسك معناها تولي تدخل كوم ان ادولت سي دي زادوليسون هذوما سي دي زادولت معناها سي دي زادوليسون يعيشوا بالضغط نتاع لي زادولت بالكريز اللي الله أعلم في الدار كيفاش الله أعلم هو كي من المكتب للدار شي يصير في حياته. دونك بعديش نلوموا على الناس قول دخلوا فيه في المدارس العموميه ناس كاردي باش تدخل ولادها تحت. يا محاتم راهو ساعات الحكايه لا تستحق التحليل السوسيولوجي اللي عملته وانت تحكي عليه خاطر زيد انا نذكر من روحي راك تدخل ساعات الترينه
توليوا جسوا في بعضكم. اللي ترينا بوتي كور واللي ترينا تيكواندو واللي ترينا اول ما تترينا وتحس روحك هكا تعلمت حاجات تحب توليوا جسوا في بعضكم في الكلاس قدام الشارع في راس النهج. النجم تكون عاركه بالانوس هذه نتاع نتعاركوا ايا شكون يغلب شكون معناها ساعات تدخل في كله صحيح اذا كان نعموا المشاكل اللي سايره. مازال كي تفل تضرب بسكينه في رحله في كار ماشي تلميذ تضرب التلميذ بسكينه هذه في سكرتريس من المكتب ضربت واحد بدماغ انت ضربته بدماغ اي خاطر باش نحمي روحي يا اخي تحلت لك سكرتريس هاي عندي ليه تكسيره في لا معركه كان ما شاء الله دفعت على روحي معناها في وضعيه عاديه المشكله اليوم الطفل هذا اللي عمره 17 سنه شق روحه موقف واللي سخف اكثر عائله الطفل اللي توفى ما تلقى ما تقول يا نقيب قول لي كلمه انا راف اش نحب نقول واحنا اوبليجي نتكلموا على الدول المتقدمه هكا وبعدها في الدول المتقدمه تلقى التربيه والتعليم مربوطه اساسا بمؤسسات السجون والاسلاح. اش معناها؟ معناها السجون والاسلاح توريت الغلطه كيف هذيا باه كيما قلت انت يتفارع وكذا باه صغار وكل شيء توفى الله يرحمه والاخر قعد اللي قعد زاده راه مشكله كبيره. باش يدخل الاصلاحيه باش يتصلح زعما كيفاش باش يخرج شنو هي الامور سا هنا اون بوز لا كيستيون فهمتني مش هذه التشكيك في مجهودات معناتها المؤسسه شنو تعمل في حاله كي هكا شو تعمل تخلي تفول ما يعكنه ما صار شيء ويمشي يقرا غدوه الصباح لا مش هذه اما تصلحوا خاطر كي تقول اصلاحيه اش معناها اصلاحيه سي كوريكسيونيل معناتها باش تصلح بالصلاح كذا المستوى هو هذا اللي نجم نشير ما احنا نعرف وما يضيعش قرايته على مشاكل في حبوساتنا وعلى مشاكل في اصلاحيات مره شوف الاصلاحيه دونك والله ما نلقى ما نقول في الحادثه هذه كلمه 30 سكوند عندي في مخي برشا 30 سكوند ناس اليوم زوز عائلات تدمرت الولد اللي مات عائلته تدمرت معناتها ولد عمره 17 سنه والعائله الاخرى اللي ولدها باش ينجم يدخل الاصلاحيه الحبس كيفاش تنجم تتعامل مع الامور هذه باش نشوفوا بعد ساعات الحاجات اللي نقولوا راهو لونكادرومون اللي باش نحكيو عليه ديما موجود ومش موجود واللعب خاصة اللعب اللي بعد ساعات ينجم يتسبب كوارث هذوما الناس اللي لابد تتعظ منهم راهو هيك تفدليك الخايبة تنجم توصلك الحاجات خايبة برشا من شوف برشا عباد قاعدين يبعثونا يقولون علاش ماناش قاعدين نعملوا كيما فرنسا هاو فرنسا توا قاعدين في بعض المناطق يعملوا في كوفر فو بور لي مينور سي فري روبير مينار في بيزيي عمل كوفر فو هذه في المكتب اكزاكتومون نحبوا نقولوا لهم هذه في المكتب زاده في المكاتب في برشا بلدان في العالم مشاكل فرنسا اخرى كوفر فو كلي ديلانكون في الليل وكذا هذا في المكتب ما يقول لك هو برشا عباد يقول لك خايفين لتولي من بعد تخرج من بعد من المكتب كيما حكى السيد رئيس الجمهوريه المره اللي فاتت اللي خرجوا في حي التضامن سي دي جون زاده كيف قبل ما نوصلوا لهذا يلزمنا نخموا بشكل عميق لاصلاح المنظومه التربويه راهو اغزر توا ما نعرفش هذه وين صارت الحادثه ما قول لي وين راه شوف في بن عروس انت شوف الحوادث اللي قاعده تصير هذه قاعده تصير في دي زون ديدوكاسيون بريوريتير معناتها وين المقدره الشرائيه نتاع العباد ونتاع البوات وكيفاش يقراوا تلقاهم 40 و42 فرد قسم دونك هذوما الكل ما يلزمناش ننظروا لها كحادثه معزوله على اللي قاعد صاير في البلاصه كلها انا هذه نجم نشوفها كحادثه معزوله خاطر هالواحد يصير فدك مع صاحبك تحلوا سته غرز مالو رزمو ديما نرجعوا يا سيدي لدور الاولياء احكيوا مع اولادكم تحسوا ودك بر طويل ما تضربش ما تعملش ما تتفارعش راهو هاوش يصير وريهم الاخبار هز قول له هاو هذا وليت كيفك راهو يلعب مع صاحبه ضربه في كرش ومات مات في الحبس ما تلعبش نجم دزه في الصف يطيح على راسه ويموت صاحبك وانت تشد الحبس علموا صغاركم والمدربين ساعات شوكيوهم 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 قولوا لهم الاخبار هاوش يجرى بشكل ادوليسون تقعد له الحكايه في مخه فما حاجات قالها لي بابا قالها لي يومي وانا صغير قعدوا في مخي المهم ماركي خاطر خفت منهم للي كبرت اليوم قعدوا لي في مخي دونك حاولوا تتعاملوا هكا وربي يحفظ صغيرتكم حتى المدرب نتاع التايكوندو حقه زاد معناه فما عندهم دور بيداغوجي اكثر منه واحد خاطر يدخلوا صغار ونافحين وهو يحب ينفعهم يحب يعمل لهم يقولوا لهم راك تولي ما يغلبك حد وكل شيء دونك زاد شويه توعي المشكله في التشخيص زاد رفيق يظهر ما يقولوا لهم ما يغلبك حتى حد راهو ديرانيك تايكوندو انا ترني تايكوندو ديرانيك ولا زار باسيو الكل بالعكس اول حاجه يعلم هيك يقول لك هذه تقف هنا في الرينك في الساله في التابي وانتهى هذا باش كان العباد هجمت عليك ثلاثه واربعه وشقتلوك وباش كذا تدافع على روحك للامانه معناها معروفه بارتو نعود بعد